السلام عليكم. دوج بيك هو واحد من أقوى المواقع اللي ممكن تكسب منها عملة الدوج كوين بشكل مجاني. بيدفع على أي محفظة عملات رقمية، والحد الأدنى للسحب هو 10 قطع دوج، يعني تقريبا دولار أو دولار ونصف. أول شيء راح أسحب من الموقع، أنا معي 100 قطعة دوج كوين، يعني تقريبا بيطلعوا 15 دولار. بيقول الموقع حط هون الدوج كوين أدريس، عنوان محفظتك الدوج كوين. طبعا فيك تستخدم أي محفظة عملات رقمية، فيك تستخدم تراست وولت، فيك تستخدم منصة باينانس، فيك تستخدم الفوشيت بي، ما في اي مشكله. انا راح استخدم الباير. طبعا اذا العناوين عندك فاتحه على الباير فيك تستخدم الباير وتسحب عليها من هذا الموقع، وهذا الشيء كثير منيح. طبعا العناوين فاتحه على الحسابات القديمه والموثقه داخل الباير. طبعا انا بروح هون على دوج، بجيب عنوان محفظتي الدوج كوين نسخ، بروح على ديبوزايت وباخذ العنوان نسخ. شايفين اصدقائي الباير كمان هاي الملاحظه، ما بيستقبل اقل من 5 قطع دوج، انتبه لهذا الشيء اذا ما تسحب من مواقع ثانيه. طالما الحد الأدنى للسحب من الموقع 10 قطع ما في أي مشكلة. طبعا بحط هون عنوان محفظتي الدوج كوين، الكميات معي 100 قطعة، بده ياخذ ضريبة نقل نص، فراح أحط 100 ونص، معي أكثر من هيك بشوي. أنا شايفين أصدقائي مشان يوصلني 100 كاملين، 100.05 أو نقطة 0.5. بحل الكباتشة اللي هون، انحلت أوتوماتيك، بروح على ويزدرو بضغط عليها وبنتظر التحميل. طبعا أنا هيك أطلبت الدفعة من الموقع، ممكن تتم الدفعة طبعا أصدقائي خلال نص ساعة، ساعة، 24 ساعة للأكثر، بس تصير كومبليتد. شايفين أصدقائي مثل هدول الدفعات هي هلا حاليا بيندينج، بس تصير كومبليتد وتوصل الدفعة على محفظتي البيير. أنا بتابع معكم الفيديو. طبعا أصدقائي خلال أقل من ساعة دفع لي الموقع، صار جنب الدفعة هون كومبليت. كمان إذا انتقلت لمحفظتي الباير وحدثت صفحة الدفعات، طبعا بلاحظ الدفعة داخل محفظتي هاي هي 100 قطعة من عملة الدوج كوين، اكتمل النقل. شايف أصدقائي صار صح جنب الدفعة، طبعا صار فيني أتصرف في هاي الدفعة كما أريد، صار الرصيد داخل محفظتي الباير، أو بالتحديد الدوج كوين داخل الباير. طبعا أصدقائي موقع كتير كويس، من أفضل المواقع اللي ممكن نكسب منها عملات رقمية بشكل مجاني، وبالتحديد عملة الدوج كوين الرقمية. كمان الموقع عامل عرض خلال هاي الفترة، إذا بتسجل خلال هاي الفترة بالموقع بتاخذ 10 مطالبات صنبور مجانية وضعف قيمة كل شيء بتكسبه لمدة 24 ساعة، لكن لازم تأكد إيميلك. هلا بنحكي هاي التفاصيل خلال الفيديو. طيب يلا، بعد ما شفنا أثبات السحب من الموقع ننتقل للتفاصيل. طيب بسم الله نبدأ. أول شيء التسجيل بهذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك أنك تضغط على لينك تسجيل راح تلاقيه بصندوق الوصف. طبعا لينك مباشرة ما بستخدم أي روابط مختصرة، هذا اللينك بيعطيك على المدونة الخاصة فيه، المدونة الخاصة فيه في رابط مباشر. ضغطتين يا أخي الكريم بتفتح معنا هاي الصفحة. نحن بدنا ننشئ حساب جديد، نحط هون إيميلنا، بنروح على كلمة ساين أب أو تسجيل هيدي هون، نضغط عليها. طبعا بيقول الموقع عبي بقية البيانات، بنحط هون اسم مستخدم اللغة الإنجليزية، بنلاقي إيميلنا هون، ملقيناه بنرجع بنعيده، باسورد محترمة، أرقام رموز حروف باللغة الإنجليزية، بنعيد الباسورد، ننزل لتحت، بنحل كباتشا، ساين أب، بيكون صار عندنا حساب. طبعا الموقع بعث لنا رسالة تأكيد على بريدنا الإلكتروني، ممكن نلاقيها بالبريد العشوائي أو الغير مرغوب فيه، في رابط او لينك بضغط عليه بتفعل الحساب مشان نصير جاهزين لحتى نشتغل على الموقع ونكسب البونوس. هذا شيء ضروري، اجراء ضروري لازم تعمله حتى تكسب البونوس وتعرف تشتغل بشكل طبيعي على الموقع. بعدين بنروح على كلمه لوجن من هون او من الواجهه الاساسيه، ما في اي مشكله، بنعبي بياناتنا، بنحل كاباتشا وبنسجل دخول للحساب. طبعا اصدقائي هي واجهه الموقع. مين داخل؟ اول شيء متاكد انه نحن الايميل successfully verified، لازم نتاكد انه تم تاكيد الايميل. فبروح انا هون على كلمه setting، شايفين اصدقائي بضغط عليها جنب ايميلي انا كلمه ايميل verified. اذا انت منشي حساب جديد وما ضغطت على الرساله اللي بعث لك اياها، ممكن ما يكون بعث لك اياها اوتوماتيك، بيجيك انه اضغط على التاكيد، ببعث لك الرساله وقتها توصل ببريدك وبتضغط على هذا الرابط مشان يتأكد الحساب وتاخذ 10 مطالبات صنبور مجاني وضعف قيمة كل شيء بتكسبه لمدة 24 ساعة. مثل ما قلنا هاي المرحلة ضرورية. طبعا اصدقائي البونوس فوسيت من الواجهة الأساسية هون بيكون جنبها 10، هلا هي الصفر، بنزل لتحت الطالب فيهم رول ورا بعض، ممكن يكسب لغاية هاي القيم فورا من تاريخ إنشاء الحساب. تمام اصدقائي 10 مطالبات، هذا الشيء بيعتمد على الحظ، ممكن يطلع لي من هون لهون، وراح يكونوا مضاعفين مثل ما قلنا اول 24 ساعه، فيفضل الطالب فيهم فورا. بعدين في عندنا هاورلي فوست، صنبور ساعي، هذا دائم بيستمر طالما الموقع شغال، الموقع بيشتغل اكثر من سنه او سنتين بدون اي مشاكل، بيدفع بدون اي مشاكل مثل ما شفنا، ومثل ما شفنا اثباتات السحب السابقه. طبعا هون بيعتمد على ستون، على الليفل تبع اصدقائي، او الرتبه، الرتبه بنكسبها طبعا من العروض الاستبيانات، الالعاب اللي انا ما بفضلها وما بلعبها داخل هذا الموقع. فكمان هون بعد ما ناخذ العشر مطالبات بونوس مجاني، بنجي لهون بنحل كباتشا وروح على كليم، بنكون كسبنا. شايفين اصدقائي
ضعف عندي 125 ألف ساتوشي دوج كوين، أول مرة راح يكونوا مضاعفين، راح يكونوا عندك 250 ألف ساتوشي. هون بعد 60 دقيقة فيني أرجع طالب وضل طالب طالما متوفر. من الصفحة الأساسية بالموقع كمان بيعطينا السي بي إكس ريسيرش، استبيانات السي بي إكس ريسيرش، هني استبيانات الرأي الأهم على كوكب الأرض. هذا الموقع من أفضل المواقع، ممكن يعطيني 20 25 50 سنت على كل استبيان، طبعا راح يعطيني معادلة بعملة الدوج كوين ويضيفهم خلال دقائق أو ساعات على الأكثر برصيدي داخل هذا الموقع، وهذا شيء كثير منيح. طبعا هاي الاستبيانات تعتمد على البلد، ممكن تلاقيها ببلدان ممكن ما تلاقيها ببلدان ثانية، فهذا الشيء بيعتمد على البلد. ممكن يطلع لك ببعض الدول 5 و10 و15 استبيان وتشتغل وتكسب فيهم مبالغ منيحة، وممكن مثل حالتي في سوريا ما أعطاني، تمام؟ فهذا الشيء بيعتمد على البلد. الشركة الثانية للعروض اسمها تايم اوت، شركة كثير محترمة، في استبيانات، في عروض، فيها مهام عديدة، بتروح على تيك سيرفي بتضغط عليها تشبك حسابك وبتبلش تشتغل. كمان هون بيعتمد على البلد، تمام؟ ممكن يعطيك وممكن ما يعطيك، لكن الصنبور شغال بكل الدول كمان مشان يكون عندك هاي الفكرة. يعني شفنا الطريقتين الأساسيات لحتى نكسب من الموقع. كمان في شيء اسمه هون شايفين أصدقائي سيرفي، بيعتمد على دول معينة، إذا ضغطت عليها لهي الكلمة ممكن يعطيني استبيانات في بعض الأحيان تابعة للموقع متابعة للشركات اللي داعمة الموقع اللي كانت السي بي إكس سيرش والتايم وول. يعني هون بيعتمد على الموقع نفسه، هو ممكن يعطيك استبيانات وقيمتها كويسه، احيانا بتطلع يعني ممكن كل فتره تشيك عليها ممكن تلاقي استبيانات ومكسبها كمان كتير منيح. في شيء داخل الموقع اسمه جيمز، انا ما بفضلها ما بلعبها، هي تعتبر نوعا ما العاب الميسر، يعني ممكن تخسر ممكن تربح، وصدقني على الاغلب راح تخسر. هذا الكمبيوتر لو ربحك 10 و20 و1000 دوش كوين راح يخسرك اياه هون مع الوقت. لا تلعب الالعاب، اشتغل مجانا، اكسب مصنبور، حساب طبعا من الاستبيانات الموجوده هون. اذا طلعت لك من الاستبيانات اللي على الصفحه الاساسيه السي بي اكس سيرش والتايم وول والمكسب كثير منيح. كمان في رابط حالي كلمه افليت، اذا ضغطت عليه بيظهر لي رابط حالي، باخده بوزر الاصدقاء لاستفاد من الواقع بشكل افضل. وانت يا اخي الكريم لازم تعمل نفس الشيء كمان مشان تكسب من هاي النوعيه من الواقع. اشرح لهم الطريقه الصحيحه اللي يبتعدوا عن الجيمز داخل الموقع، يشتغلوا فقط مجانا. وإذا عرفت تجيب كمان متابعين من دول أجنبية راح يكون مكسبك كتير، خاصة بالسيرفيز والاستبيانات هاي اللي هون. شايفين أصدقائي في بالدول الأوروبية إذا عرفت تجيب متابعين طبعا لهذا الموقع كمان هذا الشيء كتير منيح ومكسب كتير كويس لك وإلهم بطبيعة الحال. طبعا مثل ما شفنا أصدقائي موقع كويس من أفضل المواقع اللي ممكن نكسب منها عملة الدوج كوين الرقمي. كمان راح أحط لك بصندوق الوصف مجموعة من المواقع المشابهة لهذا المبدأ، كلها ممكن نكسب منها عملات رقمية بشكل مجاني بطريقة مشابهة لهذه الطريقة. ممكن نكسب منها عملة باينانس، ممكن نكسب منها ونربح عملة لايت كوين، ممكن نربح عملة ترون، ممكن نربح عملة طبعا ماتيك، ممكن نربح عملة سولانا. هذا كمان شيء كثير منيح، وكل هاي المواقع رح تلاقيها بصندوق الوصف مشان تستفاد منها وتكسب منها. فيك تشتغل على الصنبور داخل هاي المواقع كمان كلها بنفس الوقت، كل ساعة تفتح الكل تضغط عليهم كمان هذا مكسب منيح. طبعا اصدقائي بدي باكد دائما اي سؤال عن مجال الربح من الانترنت بشكل عام، ربح العملات الرقميه، الفاير، الفوسيت باي، باينانس، ميكس او ميكسي وغيرها، اكتب لي بالتعليقات وان شاء الله بنقدر نساعدكم. في النهايه لا تنسوا اخواني اذا ما كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا، فعلوا زر الجرس، دعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.